احنا ولات عندنا اوبسيون، ولا الملك الفلاني، السلطان الفلاني، الوزير الفلاني، الضابط الفلاني، من هو المدير الفلاني، والله غير يصلي في الجامع شافوه الناس. ايه يصلي بلا مزيته، واش عن بالك انت؟ او يدير مزيه في ربي ولا واش بيه؟ وزيد على الناس اللي ما يصلوش اصلا، كاين ناس ما يصلوش، ما يحبش يروح للمسجد يصلي اصلا. علاه؟ يقول لك هذاك الناس يصلوا فيه الناس بطالين، والناس اللي المراض، اللي ناقص عقليا، اللي عنده مشاكل كذا. وكان لا باس عليا انا علاش اروح الجامع نصلي؟ او يتكبر على خلق الله، ماهوش حاب يوقف معايا ومعاك. ما عنده بالنسبه ليه دخوله الى المسجد هو انحطاط. كاين ناس هكذا، والله غير كاين ناس هكذا. عنده بالنسبه ليه دخوله الى المسجد والوقوف يستنى الامام وقت الشيخ يخرج ويسلم على الناس ويوقف ويتحي وكذا ويمشي بالحفا قدام الناس ويلصق رجله مع رجلك. عند بالنسبه ليه انحطاط كبير بالنسبه ليه. ولذلك احنا واش ولينا نشوفوا؟ اه والله غير فلان، فلان يصلي معنا في المسجد عادي. ايه عادي، لازم يصلي درع عليه يصلي، واش عن بالك؟ هذاك راه بشر، هو اللي كيبدا يدير هكذا مهما على منصبه، مهما على منصبه كيرفد يده يقول الله اكبر، راه يدوى ليه المسؤول هذاك، يدوى دوى كلمه الله اكبر، اي دوى ليه بالنسبه لقلبه هو. غدوه من غدوه يتفكر بلي الله اكبر، ويجي يوم من الايام ويولي هو انسان متقاعد وقاعد في البيت، واحد ما يعيطو في الهاتف، وانه انسان ضعيف، لو كان يمرض يعود يقول يا رب يا رب.